مجدداً المواطن هو من يعد على جرح أزمته، والأزمة اليوم باتت متشعبة من مادة المحروقات وبالتحديد البنزين والمازوت، ما هدد بشكل مباشر صحة الناس. المستشفيات لوحت بالإقفال في ظل عدم توافر المازوت لتشغيل مرافقها، المولدات دخلت في نفق العتمة، وما بينهما من قطاعات تعتمد على المحروقات كلها باتت أسيرة ورهينة ما يسمى بمزاجية فتح الاعتمادات واستنسابية الأولويات. نحن بنفضل الموت ولا الظل. منك شايفه الى 4 ساعات انا ومرتي بس لعبي بنزين، يعني هيدا بهدل اكثر من هيك، الواحد ما عادش في يعيش. يجيبوا الفقره، طبقه الفقره ويعدموها. في احتكار وفي سرقه، والسياسه متواطئ مع التاجر، ما في حل. اهم شيء يعني الكهرباء، يامنوا الكهرباء قبل السيارات، الكهرباء للمستشفيات لكل شيء. والله ما حدا عارف شو بيمشي. بنسمع الاخبار بيطلع الحق على الدوله. بنسمع الاخبار بيطلع الحق على المواطنين. آخر شيء الحال المواطن. ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرة تحدث عن تفاصيل الأزمة التي تستفحل أكثر فأكثر. إنه بعد ما في موافقات للأسبوع اللي نحن فيه للبواخر اللي بدها توصل على لبنان. المشكلة معلقة بمصرف لبنان. إذا وافق بصير عندنا بنزين مازوت، إذا ما وافق ما عندنا بنزين ومازوت. وخلينا نختصر الموضوع، إذا هن عم يقاصوا المواطن اللبناني كرمال رفع الدعم لتتوفر البضاعة، رفعوا الدعم. أنا بالنسبة لنا كموزعي محروقات تحملوا مسؤولية وارفعوا الدعم. نحن بيهمنا البضاعة تكون متوفرة، لأنه فيني أكد لك بعض التجار رفعوا الدعم، بعض التجار رفعوا الدعم. مين كان بيعرف؟ منه معقول نضل مستمرين مثل ما نحن هلق ماشيين. في مواطنين اليوم عم تتمنى تاخد تانكة مازوت، هذا الشيء معقول؟ البلد هلق سبت أحد تنين بعطلة، مطارات كلها مطفية، مستشفيات ما عندها مادة المازوت. والحل هو بإراحة السوق لقطع الطريق أمام السوق السوداء وفجور تجار الأزمات. في تقنين بالاستيراد، في مسكرين الحنفية بموضوع الاستيراد المحروقات اللي عم توصل على لبنان، وسبب التقنين هو عم يسبب مشكلة. كلنا بنعرف امبارح يوم الأحد معظم المحطات كانت مسكرة على الأراضي اللبنانية، اليوم مثل ما شفنا في أزمة، في طوابير، لأنه اليوم الشركات ما سلمت مادة المحروقات. قليل كان في تسليم، اليوم وقعت الأزمة. طيب إذا ما إنه بكرة صار التسليم وريحوا السوق، معناتها الأزمة مثل ما بيقولوا مشيت بالبلد. ما نجي نحمل المنشآت المشكلة اللي حاصلة بالبلد، يتفضلوا يجيبوا بواخر، المنشآت بتفتح وبتسلم. المشكلة بتأمين البضاعة لا أكثر ولا أقل. هنا لم يعد تنفع سياسة تقاذف كرة المسؤولية، الذي ينفع التقاطها وتسديد هدف مباشر في مرمى إراحة المواطن المنهك تماماً. إذن انتقلنا من مرحلة الوضع مأزوم إلى الوضع مأساوي وكارثي، والمطلوب إيجاد حلول بأسرع وقت ممكن، لأن الوضع هيك لم يعد لا يحتمل ولا يحتمل. رشا الزنهاشم، أنبيان.